تدخل الاحتجاجات في لبنان اليوم الثلاثاء يومها السادس على التوالي وسط تمسك المتظاهرين برحيل الحكومة الحالية وربطهم لحزمة الإصلاحات الطارئة التي أقرتها في محاولة لاحتواء المظاهرات. أقرت الحكومة اللبنانية الاثنين حزمة طارئة من الإصلاحات الاقتصادية استجابة للاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي أشاد بها رئيس الوزراء سعد الحريري لأنها كسرت الحواجز الطائفية وأجبرت الدولة على اتخاذ خطوات طال انتظارها. وتدفق مئات الآلاف إلى الشوارع منذ يوم الخميس للتعبير عن غضبهم من النخبة السياسية التي يقولون أنها تدفع بالاقتصاد إلى نقطة الانهيار. أغلق المحتجون الشوارع لليوم الخامس وأغلقت المدارس والبنوك والشركات، واستمرت الاحتجاجات بعد الإجراءات التي أعلنها الحريري في خطاب نقله التلفزيون من القصر الرئاسي. للمزيد ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت شادي نشابة الكاتب والمحلل السياسي. بنرحب بك أستاذ شادي. مرحبا، يعطيكم العافية وبشكركم على التغطية تبع عم بيصير في لبنان. أهلا فيك كمان أستاذ شادي وجمهورك العزيز. أهلا بك. إذن يعني الاحتجاجات ما زالت مستمرة أستاذ شادي في بيروت وكافة المناطق اللبنانية حتى بعدما أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري عن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية. هو شدد أيضا في هذه الكلمة على أنه لن يطلب من المحتجين مغادرة الشوارع. أولا، هل من فئات في لبنان راضية عن هذه الإصلاحات التي اقترحها الحريري؟ نسبة قليلة من الشعب اللبناني اللي راضي على الإصلاحات لأنه بطل في ثقة. هو الموضوع منه موضوع بقى حكومة، منه موضوع رئيس الحكومة، هو موضوع ثقة للدولة اللبنانية. فاليوم الشعب اللبناني عم بيشوف أنه هيدي فرصة ليقدروا ينتجوا طبقة سياسية حاكمة جديدة تمثل آرائهم وتوجهاتهم. طيب، يعني هذه الإصلاحات يعني تخفيض مرتبات لوزراء ونواب حاليين إلى النصف، كل هذه الضرائب التي فرضت من قبل لن تكون موجودة الآن، ولكن يبدو أن مطالب الشارع اللبناني أصبحت أكثر وأكبر من ذلك. طبعا، لأنه نحن اليوم عم نحكي عن المرتبات اللي ما تطلع سنويا ما تطلع حوالي إلا 30 مليون دولار. اما في عندك مرافق مختلفه ممكن يقدر الدوله اللبنانيه تجيب منها مرتبات مثل الاملاك البحريه مثل التهرب الجمركي. نحن عندنا في لبنان بيدخل بضائع بمرفق بمرافق لبنان 3 مليار دولار، اما ب 20 مليار دولار الضريبه بتكون 3 مليار دولار، 1.3 مليار دولار بس الدوله اللبنانيه عم تجبي، اما ال 1.7 مليار دولار الباقيه عم بتكون من خلال التهرب الجمركي، لانه بعض من الطبقه السياسيه الحاكمه عم يمرقوا من بلا جمرك وعم يستفيدوا هن بالاموال. فاليوم الشعب اللبناني منتظر اصلاحات اكثر جديه واصلاحات تكون فعلا منتجه لنقدر نخفف من العجز بلبنان. نحن بلبنان نسمع كثير على انه في هدر وفي فساد، وفي كثير من الطبقه السياسيه مستفيده من المغانم الدوله وموارد الدوله. اليوم الشعب اللبناني اللي عم بيطالب انه خلي هالناس يلي هي على مدى 30 سنه استفادت من الدوله اللبنانيه وحققت مليارات الدولارات، اليوم ما يطلبوا من الشعب اللبناني انه هو يدفع الثمن، هن لازم يدفعوا الثمن وهن من جيوبهم انه يردوا المصريات. ومن هون مطالب الشعب اللبناني عم بتكون اعاده الاموال المنهوبه، اعاده الاموال المنهوبه هو هالطبقه السياسيه اللي سرقت المصريات ترجع المصريات. لكن يبدو أيضا أستاذ شادي أن المطالب ليست اقتصادية فقط ولكنها مطالب سياسية، يعني تتعلق بالنخبة السياسية الموجودة حاليا في لبنان. يعني مع مجموعة كبيرة من المظاهرات بتطالب بتغيير سياسي أيضا ليس اقتصادي فقط، لأنه بطل في عندهم ثقة بالطبقة الحاكمة فصاروا عم بيطالبوا بتغيير الأوجه السياسية اللي موجودة. من هون عم بيجي المطلب إنشاء حكومة مصغرة من الناس المختصين الاختصاصيين منها تابعة على الأحزاب لهي تدير أمور البلد، إجراء انتخابات نيابية مبكرة. وهون يلي بيربح بيربح يلي بيخسر بيخسر. بس هون حاب أنا نوه عند نقطة مهمة جدا، إنه اليوم كمان حاجز الخوف ببعض المناطق بلبنان كسر. يعني مثلا اليوم عم نحكي بسور النبطية يلي هي مناطق يلي هي تابعة للثنائية الشيعية أمل وحزب الله. اليوم هدول الناس نزلوا على الأرض وكسروا الحواجز أو حواجز الخوف اللي كانت موجودة بهيدي المناطق، نزلوا كرمال مطالبهم الاقتصادية الاجتماعية. اليوم لبنان عم بيعيش ثورة فعلية حقيقية على الأرض، انكسر حاجز الخوف
وعم يطالبوا بجمهورية ثالثة، الجمهورية الثالثة يلي هي جمهورية ما بعد الطائر. نحن اليوم بعتقد أنا اليوم الشعب اللبناني يلي بده إياه هو تطبيق الدستور اللبناني، لأن إحنا عنا طائفية سياسية هي اللي عم تقتل الشعب اللبناني في يوم. ما مواقف الفرقاء اللبنانيين من كل هذا؟ يعني الأطياف السياسية الموجودة في لبنان والقادة لهذه الأطياف السياسية. المواقف السياسية تختلف بين يعني نتحدث عن القوات اللبنانية، عن الكتائب، عن حزب الله، عن حركة أمل، كل هذا وليد جنبلاط أيضا، يعني كل هذه النخبة السياسية، هل ما خرج منها من تصريحات منذ بداية الأزمة حتى الآن يعني تسبب في زيادة غضب في الشارع اللبناني؟ بأول الطريق الطبقة السياسية النخب السياسية ما أخذت هذا الموضوع على محمل الجد، واعتبروا أنه تراجع من القرارات اللي كانت مشرفة بحق المواطن اللبناني هي كافية وشافية لتقدر توقف هذه الثورة. ما أريوا موضوع الثورة بالشكل المضبوط. حزب الله طبعا ما له مصلحة بهذه الثورة، مشان هيك حسن نصر الله السبت طالب أنه يعطوها فترة استرحام لهذه الحكومة. اليوم نحن المشهد السياسي مقسوم على النخب السياسي مقسوم على ثلاث اطراف. طرف بده الحكومه والاصلاحات ترجع تمشي وتقلها ويعطوها الشعب اللبناني فرصه، الطرف الثاني اللي هو القوات اللبنانيه اللي استقالت من الحكومه وانضمت الى الثوره، والطرف الثالث اللي هو بالاصل كان معارض مثل الكتائب اللبنانيه، كان هو معارض وهو طبعا هلا داعم للثوره الفعليه. في عندك الطرف الرابع يلي بحب احكي عنه يلي هو كان حزب التقدم الاشتراكي. نعم. وليد جنبلاط كان هو بين انه يستقيل من الحكومه وبين انه يدل بالحكومه. اتضح اليوم باكر الصبح انه وليد جنبلاط قرر البقاء في الحكومه لانه بخاف من المجهول، واذا طلع برات الحكومه ممكن يصير في ردات فعل عليه لانه هو بمحيطه في جمهور لحزب الله وفي بقلب الطائفه الدرسيه في مكونات سياسية ممكن تنافسه، فهو بيفضل يكون موجود بالسلطة ليضل محافظ على قاعدته وخطوطه السياسية. طيب، بمناسبة ذكر اتفاق الطائف النهاردة، ذكرى هذا الاتفاق، يعني ما نسمعه من النخبة السياسية في لبنان أنها تريد التمسك بهذا الاتفاق، ولكن الشارع اللبناني يتحدث كثيرا أيضا عن اتفاق الطائف بصورة عكسية، هو لا يريد تطبيق هذا الاتفاق الآن، يريد الانتقال إلى مرحلة أخرى. يعني هذا التناقض بين ما يخرج من تصريحات سياسية تؤيد اتفاق الطائف وتصريحات شعبية في الشارع اللبناني ترفض هذا الاتفاق الآن. هلا لنكون واقعيين ووضعيين، اليوم اتفاق الطائف هو اتفاق لو إذا بتنفذ هو مطالب الناس، ما هو اتفاق طائف بنص على إلغاء الطائفية السياسية اللبنانية. نعم. وبنص إنه يصير لبنان دائرة موحدة بالانتخابية. اليوم تطبيق اتفاق الطائف هو تحقيق ما يطلبه الثوار، تحقيق ما يطلبه الشعب اللبناني. فاليوم الناس الجمهور اللي موجود على الارض هو عم بيطالب اهم بند له هو السرقات والاموال المنهوبه يلي قسم كبير من النخبة السياسيه كانت متورطه فيها. اما بخصوص اتفاق الطائف، اليوم الدستور اللبناني بنص على هيئه متحكمه الرؤساء والوزراء يلي هيدي الهيئه اللي تكون هيئه قضائيه يلي هي نايمه، ما لهم فاعلين الطبقه السياسيه. اليوم عندك حصانه على النواب، هيدي الحصانه لازم ترفع، السريه المصرفيه لازم كمان ترفع، السريه المصرفيه، هدول البنود جديده موجوده. نعم، فيما يتعلق بالسرية المصرفية كان هناك تصريحات وكلمة لجبران باسيل وزير الخارجية اللبناني قال فيه أنه مستعد أن يرفع السرية عن حساباته المصرفية، ولكن يعني هذه الكلمة لقت ردود فعل متباينة من الشارع اللبناني، لماذا؟ لأنه ما بقى في ثقة بهذه الطبقة السياسية، واليوم رفع السرية المصرفية هو قانون كان عم يشرع، قانون موجود بمجلس النواب لرفع السرية المصرفية عن كل من تولى السلطة في لبنان، بس كان كل مرة عم بتكون مثل عم بيعتبروها المواطن اللبناني مثل إبرة مورفين، نحن مستعدين بس بكرة إذا الشارع اللبناني رجع طلع على بيته بيرجع بينام الموضوع سنة وتنتين وثلاثة ما بتصير تنفذ. بدهم الشعب اللبناني تنفيذ قبل الصعود من الشارع.